السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، النهاردة في مصراوي بلس هنشرح موضوع مهم جدا، وهو الصور 360 درجة. طبعا عاوزكم تتابعوني محمد حماد على الفيسبوك. الصور 360 درجة زي اللي هخليكم تشوفوها دلوقتي، اللي انتوا شايفينها دي كده بالظبط، اللي هي بتتحرك لما تحرك الماوس أو التليفون. طبعا بتظهر على التليفون او على الموبايل افضل من كده. و هقول لكم ازاي تعملوها، لان في ناس كتيرة سألتني ازاي نعمل الصور دي. وطبعا الصور دي كان في كنا الاول بنقدر نحملها، وفي برامج او اضافات لجوجل كروم بنعرف نحملها. فما دلوقتي كانت في 2017 بنعرف نحملها، دلوقتي محدش يقدر يحملها. يعني الحاجة الوحيدة عشان حد يعمل اعادة نشر، اللي هو شير، يعمل شير للفيس. وطبعا لو عمل لك شير فالريتش بتاع الحساب بتاعك هيبقى كويس وهيبقى كتير، لان ما انت الوحيد اللي ناشر الصور دي يعني بالشكل ده. طيب احنا عاوزين اهم حاجة الفوتوشوب، ده اللي هنحتاجه، يكون معانا فوتوشوب، وكمان معانا ملف اللي انا هسيبه لكم ان شاء الله اسفل الفيديو ده في الوصف. الملف ده هيبقى هو ده اللي هسيبه لكم، ده حصري لموقع نص التقنية. نفتح الفوتوشوب ونعمل اوبن، ونروح على الملف اللي انا سبته لكم اللي هو 360 ده. وهنجيب فيه اتنين فولد، اتنين من الفايل جوه، هنختار اللي هو التمبلت اللي هو بي اس دي بتاع الفوتوشوب. هيفتح هنا زي ما انتم شايفين كده اللي هو الموقع ده، الملف ده حصر الموقع نصر التقنية يا جماعة. الحتة اللي في النص دي هي اللي بتبقى ظاهرة، ممكن يعني الحتة دي اول حاجة هتشوفها في الصورة من غير ما تلف يمين او شمال او تحرك الموبايل او الماوس، بس ممكن تمسحها عادي. بس انا حاططها لكم هنا عشان تعرفوا ان لو انت عاوز تركز حاجه معينه، عاوز تكتب اسمك في المكان في الصوره، عاوز تحط حاجه او تعمل فوكس لمكان معين في الصوره، حطها في مكان البتاع ده فتمسحها عادي. بعدين هنروح على جوجل كروم مثلا، نجيب صوره، نبحث عن اي منظر طبيعي كده. طيب هنختار صور، وبعدين هنختار منظر يكون، هنكتب مثلا 4K او HD، خليها 4K احسن عشان يبقى جودة عالية. اختار صورة بجودة عالية اهم حاجة، خليها 4K. وهنختار مثلا هنختار الصورة دي، هننزلها، هندخل كده على الموقع بتاعها عشان ننزلها بجودة عالية. نفتح كده صورة زي دي مثلا، لا جودتها ضعيفة مش هتنفعنا دي. الصورة زي دي جميلة جدا، نعمل لها حفظ على سطح المكتب، ونروح على الفوتوشوب نفتح الصورة اللي احنا خدناها دي. بعد ما فتحنا الصورة هناخدها نسخ، وهنعمل لها لصق. هنا نقدر نعمل ايه بقى؟ نقدر نعمل الصورة دي اتنين. ليه بقى؟ هقول لكم بعدين ليه، عشان تشوفوها وهي بتلف في بعد كده. فأهم حاجة هنعمل نسختين من الصورة دي. طبعا عاوزين الشجر يكون متشابه وجنب بعض، فاحنا هنعمل هن هنخلي صورة منهم نقلبها او نعكسها زي دي كده، كانت مثلا كنترول تي، وبعدين تقوم عامل تختار الخيار اللي هو بتاع افقي بس كده. زي ما انتم شايفين الشجر متناسق. هنعمل بقى كنترول وشيفت وايه عشان ندمج الليارات مع بعضها. كده بقت معانا صورة واحدة. طيب المكان اللي بعد كده هنختار، اللي بعد كده هنشد الصورة لتحت شوية كده في الفوتوشوب، ونعمل كليك يمين ونختار فايل انفو، ومن هنا هنختار تمبلت، وبعد ما نضغط على تمبلت هنعمل امبورت، وهنروح على الفولدر اللي انا سايبه لكم. هتختار اللي هو جريد 360 اكس ام بي، هتضغط وتقول له اتعلم تعمل تشيك على اول واحده، تقول له اوكي. اوكي كده خلاص الصوره بتاعتنا جاهزه، بس هنحفظها. الملف ده هو اللي بيدي لك، يخليها لك، يحولها لك ل 360. هنعمل حفظ بقى دلوقتي على سطح المكتب، هنسميها مثلا 001، نعمل سيف وسيف بس كده. الصورة جاهزة معانا،
روح بقى على الفيس نشوفها كده دلوقتي. هنضغط هنا ونخلي بس المنشور انا فقط عشان محدش يشوفها، احنا بنعمل تجربة. هنكتب هنا مثلا، هنكتب هناخد الصورة بتاعتنا اللي هي 001، وبعدين نكتب مثلا قناة، هنكتب قناة مصراوي بلس، تمام، ونحط اموشن كده، بعدين نشر. طبعا يا جماعة عشان الجودة بتاعتها عالية شوية فهتاخد وقت، يعني من دقيقة تقريبا او اقل من دقيقة عشان تتنشر، عشان الجودة عالية شوية بس هتتنشر. وهنشوف دلوقتي الصورة هتظهر معانا ازاي وبشكل عامل ازاي. ننتظر بس لحظات. جاري النشر. طبعا دي يا جماعة الشرح ده حصري لقناة مصراوي بلس وموقع ناصر تكنيك. نشرت الصورة، نروح نشوف بقى. شوفوا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الصورة جميلة وجودة عالية وبتتحرك، وتقدر تجيب الصورة كلها من جميع الاتجاهات، فوق تحت يمين يسار بشكل ممتاز، وتقدر تكبرها برضو وتشوف الصورة عاملة ازاي. بس ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم للاستفادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.